افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي في مركز دبي التجاري العالمي صباح اليوم معرض سيتي سكيب جلوبال في دورته 17 والذي يستمر حتى مساء الخميس المقبل. وقد تجول سموه في أرجاء المعرض يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي. واطلع سموه على معروضات وبرامج شركات التطوير السياحي والعقاري المحلية والعالمية والتي يصل عددها إلى نحو 300 شركة وجهة حكومية وشبه حكومية وخاصة تشارك في هذا المعرض المتخصص في الاستثمار والتطوير العقاري والمشاريع السياحية الرائدة، ويعد الأشهر والأكبر على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتوقف سمو ولي عهد دبي ومرافقوه في مستهل جولته عند جناح جمهورية مصر العربية الشقيقة، إذ تعرض وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المشاريع الاستثمارية الواعدة التي تخطط لها الوزارة، وتدعو المستثمرين والمطورين للمشاركة في هذه الاستثمارات وبناء شراكة استثمارية مع الجهات المعنية في مصر كمشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة مركز الأعمال ومدينة العالمين الجديدة التي تخطط لبناء مشاريع عقارية ضخمة. كما يشارك تحت مظلة جناح مصر نحو 18 شركة وجهة خاصة للتنافس على جذب المستثمرين من دولة الإمارات ودول المنطقة والعالم. كما عرج سموه على أجنحة عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية والجهات الخاصة المشاركة في هذا الحدث العالمي، إذ توقف سموه عند جناح دائرة الأراضي والأملاك في دبي وبلدية دبي وعزيزي ومشروع الجدة في الشارقة وجناح جمهورية مالطا ممثلا بهيئة السياحة ووكالة التنمية في مالطا. كما توقف سموه عند أجنحة ومنصات عرض كل من واحة الزاوية ودبي القابضة وديار والدار أبو ظبي وميدان ودبي للاستثمار وإمكان وبنغاطي وميراس ونخيل وفالكون سيتي ومرجان ودماك وغيرها من أجنحة الجهات المحلية والإقليمية والعالمية المشاركة في المعرض، حيث تعرف سموه من خلال الشرح الذي قدمه القائمون والمسؤولون في هذه الشركات على مشاريعها الاستثمارية الآنية والواعدة والتسهيلات التي توفرها للمستثمرين والامتيازات التي سيحظون بها في دولة الإمارات سواء كانوا مستثمرين محليين أو من الخارج. وقد أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بتنظيم مثل هذه المعارض ووصفها بعامل جذب للضيوف والزائرين والمستثمرين القادمين إلى بلادنا باعتبارها تسهم إلى حد كبير بتقريب المسافات بين شعبنا وشعوب العالم وتتيح الفرصة لهم للتعارف وتبادل الخبرات والثقافة والمعرفة، ناهيك عن دورها الحيوي في دعم اقتصادنا الوطني وتنشيط الحركة التجارية والأسواق وقطاع السياحة.
وكان السمو قد استمع خلال جولته في أنحاء المعرض من سعادة هلال سعيد المري رئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي إلى تاريخ المعرض وتطوره من حيث المساحة وعدد المشاركين فيه على مدى 17 عاما، حيث أكد المري أن المعرض يحظى باهتمام واسع من قبل المطورين العقاريين والمستثمرين في قطاع السياحة ويحقق شراكات واسعة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات والدول التي تشارك في هذا الحدث السنوي المهم.